شو هي الايام تحول فيها ارباحنا من تطبيق يوتيوب لجوجل ادسنس؟ تابع معنا الفيديو الاخير، اعملنا لايك واشترك بالقناه واعطينا الانترو. طبعا الشباب كلياتنا بنعرف انه بالشهر في يومين او ثلاث ايام محددين لتتحول الارباح من تطبيق يوتيوب لجوجل ادسنس. طبعا الشباب هي الايام من 9 الشهر ل 12 الشهر، هاي الايام لازم تتحول فيها الارباح من يوتيوب لجوجل ادسنس. اذا ما تحولت عندك الارباح فراح يكون في عندك مشكله، او بيكون الدوله تبعك تتاخر تحويل الارباح. بس نحن كوطن عربي كدول عربيه انه الارباح تتحول من 9 الشهر ل 12 الشهر. اذا استفدت من هاي المعلومه اعملنا لايك واشترك بالقناه ليوصلك كل جديد.